حكم التعامل مع حكم التعامل مع البورصة. الأصل في التعاملات لنعلم يعني التأصيل العام أنها على الحل. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فكان لابد أن نعلم ما التعامل الذي تتعامله في البورصة. البورصة فيها أشياء كثيرة جدا محرمة وفيها أشياء على الإباحة وعلى الحل، إذ الأصل في المعاملات الحل. فإن كانت مثلا شركة مساهمة وهمية، الأسهم غير موجودة، يعني لو شركة المسألة كلها لو شركة تداول المال، شركات خمور، شركات طبعا كل هذه الشركات دي محرمة صريحة، لكن لو شركات في الحاجات المباحة بدون شركات تسميات الآن شركات في الحاجات المباحة انظر فيها ندقق، لأن الحاجات المحرمة متهيألي معروفة مفيش داس ننظر فيها. هو هنا اللي هي تعمل في الأشياء المباحة لابد من شرطين. الشرط الأول أنها تكون أسهمها قائمة حقا، مجرد البورصة أكثر ما فيها وهمية، سندات فقط. نعم أكثر ما فيها التعامل بالسندات وليس بالأموال فقط، والمسألة كلها مال بمال. نعم، وترجع لقول ابن عباس هي دراهم بدراهم بينهما حريرة. ده السمسرة هنا في البورصة إيش اللي بيفعل؟ هو بيوهمه إنه اشترى وباع ويأخذ الوسيط المال في هذا الباب، والمسألة بأسرها تبادل مال بمال، ويدخل في ذلك مسألة الصرف ومسألة الربا. الجائز أم غير جائز؟ لا غير جائز، هذه الصورة غير جائزة. فإن كانت الشركة قائمة والأسهم حقا قائمة، وإنها بتتداول الأسهم تشتريها عندما يعلو السعر تبيع، هذه من باب عروض التجارة ويجوز وليس فيها ثمن شيء، وتكون الشركة تتعامل مع المنتجات المباحة طبعا وليست المحرمة. طبعا هذا أمر جدا، ولا تتعامل بالربا لكن لو تعاملت بالربا في طرف آخر لا أحرم عليها التعامل فيها. يعني مثلا لو هي الشركة قائمة والأسهم قائمة وهي بتاخذ قروض، القرض لا يحرم هذه الأسهم. نعم، عشان نعلم صحيحة، لكن البركة في الأسهم صعب جدا أن تلدها فيها، لكن لا نحرم، لأن الحرام لا يحرم الحلال. الوجهة مع اختلاف الأيدي تصححها. والأمر الآخر أن هي كما قلنا تكون قائمة، إن كانت قائمة فلا نحرم عليها واسعة. جزاك الله خير. يبقى المسألة على حسب، جزاك الله خير، لها تفاصيل.